تأتي من مثل هذه البرامج من ضمن خطط وزارة الشباب، خططهم السنوية يعني لمساعدة الشباب للإقلاع عن مثل هذه الآفات. ومثل هذه البرامج يعني تسهم في التقليل من الإدمان أو من التدخين لما له من أضرار. يعني هذا التدخين له أضرار كبيرة جدا من الناحيتين المادية والجسمية. يعني حتى في دراسات أنه هنالك ما يقارب 7 مليون مواطن يموتون بسبب التدخين، منهم 900 ألف أضرار بسبب الاستنشاق. فلذلك يعني هذه رسالة من مثل هذه البرامج لكل الشباب، وخاصة والتدخين شائع بين الشباب، شايف أن يقلعوا عن مثل هذه الآفة. نشاطنا هو اليوم هو ماراثون البتراء للذكور تحت شعار لا للتدخين، وهو من ضمن أنشطة مديرية شباب البتراء لعام 2018. وارتأينا أن نطلق شعار لا للتدخين على هذا الماراثون، وهو وذلك بسبب أن التدخين هو آفة الآن وانتشرت في جميع المجتمع، وعندنا الفئة العمرية الصغيرة ممثلة بطلاب المدارس وأعضاء المراكز الشبابية الآن هم مدخنين، ومنهم من يدخن الأرجيلة. فتحت الشعار هذا هو لا للتدخين، كان هدف الماراثون أنه نوعي الشباب وأنه نحصل على دعم من مؤسسات المجتمع المحلي أو دعم الجهات المعنية في العملية الصحية للشباب المشاركين، أنه يوعوهم على أضرار التدخين، يكون في جهات داعمة أنه تشتغل على موضوع التدخين المنتشر بين الشباب الفترة الحالية. شاركت في الماراثون دعوة من مديرية شباب وادي موسى. إحنا شاركنا في هذا النشاط الرياضي حتى نبين للناس أن الدخان أو التدخين عائق في حياتك. أنت لما تظل تلعب رياضة وتظل هيك في حركة وفي إشي تمتنع عن التدخين شوي، فهمت كيف علي؟ فشاركنا فيه الحمد لله، جبت المركز الأول. أنا صفي خامس وعمري 10، وشاركت في ماراثون البتراء، وكمان وبتمنى للي بيدخنوا إنهم يدخنوا.